السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحيه لكم، وكنشكركم الاخوان على اي حاجه كديروها معايا. اليوم كنتواجد الاخوان في سوق جديد اللي هو خميس شماعيه او خميس زيمه كما كيقولوا. تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا، تبارك الله السوق اللهم بارك كبير. وكنشكركم على الدعم ديالكم وعلى اللايكات اللي كديروا لنا وعلى المشاركه. والاخوان هما بتصور بتاريخ 2023 شهر 4 في 13 الاخوان، تبارك الله. وما تنساش الاخوان اللي كنتي اول مره كتفرج فينا، دير مشاركه للقناه وواحد لايك للفيديو باش يوصلك ديما الجديد، وان شاء الله بركه الله نشوفوا الاثمنه ديال الصوت. الله الاخوان اللهم بارك، تبارك الله على السلعه، اللهم بارك تبارك الله على السلعه الاخوان كما كتشوفوا، اللهم بارك تبارك الله. شحال الخير اخويا؟ 71 باش تبعنا 71 اخوان تبارك الله اللهم بارك. تباعت الاخوان 71000 تبارك الله، 3550 درهم تبارك الله اللهم بارك. شحال فيها من راس بالحج؟ فيها 10 الاخوان اللهم بارك. الحب داكشي ما ندويوش. وبالنسبه للسن ديال المجدير باقي سن الحليب كامله، سن الحليب الاخوان فيها غير شي واحد ولا جوج تبارك الله اللهم بارك. سلعه مليحه تبارك الله. هذه الماركت ديالها منين اخويا؟ منها مرحام الشماعيه. من الشماعيه تبارك الله، سلعه مليحه تبارك الله، اغلى ما تبارك الله متوبه اللهم بارك. السوق هو كي داير اليوم؟ كاين شي فكان ولا والو؟ وكاين الفكان هو ناقص الفلوس. ناقص شويه فلوس تبارك الله، فكان تبارك الله قال لك كاين شويه فكان اللهم بارك تبارك. ناقص شويه فلوس اليوم في السوق تبارك. سلعة اللهم بارك، سلعة مليحة الله يرضى الإخوان صراحة. الإخوان اللهم بارك وزدك تبارك الله، الحمد لله اليوم الإخوان الخير تبارك الله، أغلى مغلى الخير كل الخير اللهم بارك. حس السلعة الإخوان كما كتشوفوا، سلعة مليحة الله يرضى اللهم بارك تبارك الله. سلعة مليحة اللهم بارك تبارك الله تبارك الله، سلعة غليظة اللهم بارك تبارك الله. تبارك الله، سلعة غليظة الاخوان. عباس شحال عاطينك اخو عباس؟ 72 اللي عاطينا الاخوان، 3600 اللهم بارك وزدك تبارك الله. شحال من راس كاين هنا؟ 12 راس. تبارك الله اللهم غليظة، الثمن شوية راه باقي الثمن. فالسلعات اللي شتو بالشات الاخوان راه كيتابعنا تبارك الله، والله يرحمنا عشان نطلبوا. قال لك ناقص الفلوس، ما الفلوس باقي ما شنا شي حاجه اللي ناقص الصراحه، الثمن راه باقي هو هو. الله يرحمنا عشان نطلبوا، الله يرحمنا. تبارك الله اللهم بارك، عجبوني هذا الخير هذا اللهم بارك تبارك الله. السلعة الاخوان تباعت الله يسخر مولاها تبارك الله اللهم بارك. سلعة مليحة، ازدي راسو هذوك الملي الله يحفظك تبارك الله اللهم بارك. شحال تباع الخير اسي محمد؟ 160 80000 الواحد، 80000 الاخوان الواحد باش تباع 160000 اللهم بارك. اجري من السن واحد اثنين واحد سنة الحليب تبارك الله اللهم بارك. 160 4000 درهم، 80000 الواحد اللهم بارك تبارك الله. هذا شحال تبارك الله، راه السوق والثمن راك عارف راه كاين الثمن، فكره في المليح اللهم بارك تبارك الله. قال لك واحد في اثنين واحد سنة الحليب تبارك الله الاخوان. وحس لي عتباعات الله يسخر مولاها تبارك الله. شحال داز اخويا الخير؟ نقول بحال واحد 49 الاخوان تبارك الله. شحال من الخروف هذه؟ 10 ريال 10 الاخوان تباعت ب 49 2450 درهم تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. كاين شويه ثمن اللهم بارك تبارك الله كما كتشوفوا انتم، فيها تبارك الله شي 6 ملاح وش 3 تقريبا شويه وصافي تبارك الله. تبارك الثمن راه كاين الاخوان، الثمن في الممشي جي كاين الثمن. الله يحسن العوان باش نطلب، الله يحسن العوان ويا ربي يرحمنا. حنا ما نقولوا حتى شي حاجه، ما نقولوا لا كاين شي سبب ديال هذا ولا هذا ولا، حنا ما نقولوا حتى شي حاجه، حنا داك الشيء كيبقى ديال الله. اي حاجه جرات ولا شي حاجه سبب راه يعني راه اختبار لينا حنايا كمسلمين بعد اول حاجه
باش الناس تضامن مع اي مع الناس دراوش شريكي. تبارك الله، والله يستر الجميع، عشان طلب الله يستر الجميع. تبارك الله الاخوان، اللهم بارك، وحال 10 خرفان تبارك الله زينين، تبارك الله السلعه مليحه تبارك الله، الله يحسن العوان تبارك الله. اسم محمد كدير، لاباس عليك؟ هاني اخوي، حال الخير هنا 46 تبارك الله، 46 الاخوان تبارك الله، 2300 تبارك الله. السلعة شاريها هنا ولا كسبتك؟ كسبتك تبارك الله، كسبتك الاخوان. عطاك 46 وما سالكاش، ما كنسولوكش. الله يحسن العوام، سير نطلبو. الكساب تو مسكر معلف ومكرفس، وبالنسبة للعياد مسكين تو كيقول لك راه الثمن كاين تو باقا ما سالكش 46 باقا ما سالكاش. والعفا غالي، كيقولوا غالي. مثلا شحال ياكل عليك في النهار هذا؟ شحال ياكل عليك في النهار؟ في النهار 300 ريال تبارك الله، ياكل عليك 300 في النهار الاخوان، بحال هذا الشيء الخير هذا. اللهم بارك، والله يرحمنا عشان نطربوا، الله يرحمنا، الله يسر لكم عشان نطربوا، الله يسر تبارك الله. اللهم بارك يا اخوان تبارك الله، وحال السلعه بدريه. اللهم بارك تبارك الله، غرام سات لويا ديال الاخوان. اللهم بارك، صحاب تاع الاخوان كيجيو لي السلعه تبارك الله. اللهم بارك، سلعة غليظة تبارك الله، بدرية غليظة. اللهم بارك. سي محمد شحال عطاك اخوان؟ كنقول 43. شحال عطاك السوق؟ 42 تبارك الله يا اخوان، 42 اللي عطيت السوق، 2100 درهم تبارك الله. اللهم بارك، سلعة تبارك الله زوينة، وبالنسبة للثمن، الثمن شوية في الثمن على السوق اللي كان موالف، ناقص واحد شوية في البدرية هذه، حيت قربت الوقت يا اخوان فهمتي. بقات شهرين تقريبا، خاصة تبارك الله، خاصة تكون غلام غليظة غلام واقف تبارك الله. سلعة مليحة اللهم بارك. حكينا من راس اخويا هنا؟ كاينين 39 راس، عطاهم 42 اللهم بارك، 2100 درهم تبارك الله. اللهم بارك، سلعة تبارك الله راها زينة. هادي مرقدة منين الحاج؟ القلعة. سلعة القلعة هادي؟ هاكا سلعة القلعة الاخوان. اللهم بارك، الله يسر الحاج بتيسر. امين. الله يسر لك. تبارك الله، اللهم بارك وعلى السلعة، اللهم بارك تبارك الله. تباع الخير اصاحبي. شحال جات؟ 62 تبارك الله، 62 الاخوان، 3100 درهم باش تباعوا. 8 الخرفان الاخوان. تبارك الله. غلام غليظ اللهم بارك. تبارك الله. 62 تبارك الله. لا فيها خرفان تبارك الله زيني. اسمح لي يا اخويا. سير اخي كرشم الله يسخر ليه. سير الله يسهل عليك، سير الله يسخر، سير راه محمد. تبارك الله، تبس من السومة شوية. شوية بالنسبة للسوق راها شوية تبارك الله. قلب على الحب. عليك شي وارد الاخوان بالنسبه للحب، قدر يكون السلعه خاص تقلب ضروري، تقلب السلعه اللي بغات تشري. تبارك الله فيها خرفان تبارك الله زينين الاخوان، بالنسبه للسوق راه تبارك الله فيها خرفان اللهم بارك. فيها خرفان تبارك الله غلاظ. تبارك الله الاخوان، اللهم بارك تبارك الله. كما نقولوا الخير الحمد لله راه موجود ان شاء الله، كل شيء العيد غير هو الثمن، راه كما كتعرفوا راه كاين الثمن. والله يرحمنا غادي نطلبوا، الله يرحمنا، درنا الشوي ديال الخير تبارك الله. شحال الخير اخويا هنا؟ 52 الاخوان اللي عاطينو اللهم بارك تبارك الله، 52 تبارك الله، 2600 تبارك الله، الثمن شويه راه كاين كما كتعرف، اللهم بارك تبارك الله. 52 الف، شحال من راس كاين اخويا هنا؟ 15 راس الاخوان تبارك الله، سلعة اللهم بارك. سي محمد هادي كسبتك ولا شاري غير هنا؟ هنايا كسبت تبارك الله، غير كسبت الاخوان اللهم بارك. هاكا الساب الاخوان باقا ما سالكش، قال لك ما سالكاش، الله يحسن العوان في الشيء اللي كاين، الله يحسن العوان. سي محمد باقا عندك شي خير في الدار بحال هادشي؟ لا لا هادي الله يسخر، الله يسخر لك، الله يسخر لك، وانا زعما على حساب النمر ديالك. الله يسخر.
بارك الله الاخوان، الحمد لله الخير كاين موجود اللهم بارك. وهو الثامن اخوان راه باقي بلاصتو، فهاد الغلام غليظه، اما البدري رقيق شويه راه يطيح به شويه التمر مع قربه الوقت. تبارك الله، صباح النور خويا، كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني شحال الخير اخويا؟ 56 باش مخيوضين ديك سيبسك غير سيبسك 56 قلتي و 500 56 و 500 تبارك 2830 درهم تبارك الله اللهم بارك. قلت وما سالكش خويا 56 بقى شويه الله يحسن العوان، حنا ما غنلوموكش ما غنلوموكش على الغالي، والله يحسن العوان حتى الدرويش الله يسر ليك تبارك الله. هاد واحد ديال الحبيبه ياك كاين الله يسر اخويا تبارك الله الاخوان اللهم بارك. وحسن ليها تباعت حد الحوليه اللهم بارك تباعت. تباع الخير اسمها من ديالك؟ شحال جات اخويا؟ واقيلا 26 و 600 ولا ما 26 و 600 واقيلا تبارك الله تقريبا الاخوان داز ب 26 و 600 اللهم بارك تبارك الله. جوج دراسات راه الفرصه هي مرسومه تبارك الله. تباع اخويا الخير ياك؟ شحال اخويا داز؟ 600 اخوان 26 و 600 تبارك الله. فيها جوج دراسات اخوان اللهم بارك تبارك الله. تبارك الله 26 و 600 اخوان 1330 درهم تبارك الله.